سلامي الخالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم من ميدان المرموم ومن تحفة ميادين السباقات ومن دانة الدنيا دبي، ضمن انطلاقات هجن أبناء القبائل في صباح هذا اليوم الذي يحمل انطلاقات الحول والزمول بالخمسة كيلومترات. ننطلق في هذه اللحظات مع ثالث الأشواط في مجموع الأشواط، وأولها مع الزمول المحليات الأصايل على الهواء بثا مباشرة. تقدم مع المراكز الأولى، أتقدم مع العساس على المركز الأول والواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير قائدا لمسار هذا الشوط على المركز الأول. المركز الثاني أتابع كيفان قادم في هذه اللحظات، سالم بن سيف بن عمير قادم على المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث أتابع هملول مبارك بن سلطان بن كلهم الخيلي قادم على المركز الثالث. والمركز الرابع ياتي المهندس، يتقدم شعار راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي على المركز الرابع في هذه اللحظات، يتقدم على المركز الرابع. النقلة إلى المركز الخامس، أتابع في هذه اللحظات الأسماء القادمة والمتقدمة مع هذه الانطلاقات والتحديات الصباحية على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات. المركز الخامس ياتي المحيط محمد بن خلفان الغفلي، من يتابع المحيط على المركز الخامس. سادس المراكز مشاكس لعلي بن خليفة الرميثي القادم في هذه اللحظة. المركز السابع من الجانب الآخر لبجر سعيد بن عبد الله بن مرزوق المحرمي القادم. المركز التاسع أو الثامن يتواجد ويتدخل متوكل محمد بن حمد بن سالم بن سليم، يتقدم في هذه اللحظات بن سليم. المركز التاسع يتواجد على المركز التاسع، مبروك لمحفوظ بن خميس لجنيبي. والمركز العاشر عديم القادم محمد بن عبيد بن سعيد الفلاسي القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة وندان الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة والحاضرة في هذه الانطلاقة والتحديات في شوط الزمول المحليات الأصايل، ليجمع نخبة من الأسماء اللي صالت وجالت على أراضي ميادين الخليج. أعود إلى الصدارة، أعود مع البداية، أعود مع الصدارة مع بن عمير ولا شعار هملول. هملول على المركز الأول، مبارك بن سلطان بن كلثم الخيلي يتقدم على المركز الأول. المركز الثاني كيفان القادم، كيفان يتقدم سالم بن سيف بن عمير العميمي ويقدم كيفان. المركز الثالث يتواجد في ثالث المراكز العساس، قادم العساس ينطلق بشعار الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من قدم دعابه ومن قدم فبركه قادم في هذه اللحظات مع ثالث الأشواط الواثق. ويقدم العساس مع 2 كيلومتر على المركز الثالث. النقلة للمركز الرابع، ياتي المهندس، يتقدم المهندس بشعار راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي. النقلة للمركز الخامس، وتابع في هذه اللحظة على المركز الخامس هجوم قادم والزعيم قادم مع مبروك محفوظ بن خميس الجنيبي قادم، ولبجر سعيد بن عبد الله بن مرزوق المحرمي يتقدم على المركز السادس. سابع المراكز يتواجد المحيط لمحمد بن خلفان بن محمد الغفلي، وصل شاهين محمد بن راشد بن ضبيعة الكتبي.
الشرقية، أول ندى لشاهين على المركز الثامن، تاسع المراكز يتقدم شعار الشامي أحمد بن مطر بن مايد الخزيلي قادم، والمركز العاشر يتواجد متوكل لمحمد بن حمد بن سالم بن سليم الكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة الثانية للعشر المراكز الأولى المتقدمة مع هذه الانطلاقات الصباحية من ميدان المرموم من تحفة ميادين السباقات. أعود إلى الصدارة، 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والصدارة تحمل اسمين هملول هملول، والقادم مع بن عمير كيفان كيفان وهملول، ولكن هملول بدأ يقتحم الكيلومتر الأخير. هملول مبارك بن سلطان بن كلثم الخيلي يتقدم على المركز الأول، ينطلق على الصدارة يتقدم مع هملول باحثا عن شوط الزمول المحليات الأصايل. كيفان كيفان قادم بأمال أهالي الهباب في هذه اللحظات. سيف بن عتيج بن عمير يتقدم بمحمد مع المركز الثاني. كيفان وهملول كيفان وهملول، المعركة ثنائية المعركة ثنائية. هل المرموم هل المرموم على المركز الثاني يقدمون كيفان سالم بن سيف بن عمير العميمي. المركز الثالث وصل شاهين محمد بن راشد بن ضبيعة القادم على المركز الثالث، ولكن هملول هملول على الصدارة. هملول مع 400 متر الأخيرة بدأ يقترب من المقصورة الرئيسية. هملول على الصدارة بدون أي أوامر ولا تعليمات، يتقدم بشعار مبارك بن سلطان بن كلثم الخيلي، ينطلق في هذه اللحظات على المركز المركز الأول إلى العين السلام إلى أبو سلطان السلام. مبارك بن سلطان بن كلثم الخيلي خاطفا أول أشواط الزمول المحليات الأصايل، والبطين تحتفل مع الميدان الذكي بوصول هملول معلنا الفوز والانتصار. المركز الثاني كيفان لسالم بن سيب العمير. المركز الثالث شعار بن ضبيعة. المركز الرابع المهندس لراشد بن صابر بن سعيد الكتبي. المركز الشامي لأحمد بن مطر بن ماهد الخيلي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام حضورنا الكريم. نعود في هذه اللحظات مع التوقيت الزمني ولحظات التوقيت، لحظة وصول هملول معلنا للفوز والانتصار مع أول أشواط الزمول المحليات الأصايل. 8:14 أجزاء من الثانية هو توقيت هملول. تهانينا والناموس لمبارك بن سلطان بن كلثم الخيلي. المركز الثاني نتابع مع التوقيت الزمني، ساعة وصول المركز الثاني كيفان 8:16 جزئين من الثانية. سالم بن سيف بن عمير تهانينا والناموس. المركز الثالث وصل شعار بالضبيع على المركز الثالث 8:16:06 من الثانية. شاهين محمد بن راجن بالضبيع على الكتبي تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام متابعينا